أرجوك يا عمي، أريد ماء، أنا عطشانة، أريد أن أشرب، أرجوك يا عمي اجلب لنا الماء، أريد ماء. سيدي سيدي، نريد شربة ماء واحدة، أرجوك يا سيدي، ماء، أريد أن أشرب، أختي عطشانة. إن الأطفال يضجون من العطش، وهذا رضيع الحسين وقد جف لسانه، فأنت ساقي العطاشة. ما الأمر يا حبيبتي؟ عمي أبا الفضل، هل ستأتيننا بالماء؟ نعم يا حبيبتي، سوف آتيكم بالماء إن شاء الله. أوصيك يا عم، إذا شربت الماء فتذكر عطشي. والله لا أشرب الماء وسيدي ومولاي الحسين عطشان. ويحكم، إذا وصل الماء لخيام الحسين وأهله والله لا يبقى منكم أحدا. لقد هرب الرجال والفرسان من أمامه، لا قدرة لنا على مواجهته. فماذا نفعل؟ لا بد من إيقافه. لا تقلق، سوف نخبر له. سوف أنتظره حتى يمر من هنا لأنقض عليه وأقتله. والله إن قطعتم يميني، إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين، نجل النبي الطاهر الأمين. الآن سوف أقطع يده الأخرى. يا نفس لا تخشي من الكفار، يا نفس لا تخشي من الكفار، وأبشري برحمة الجبار، قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار.
لا يهمني قطع الكفين، لابد أن أوصل الماء للأطفال. لا تدعوهم أوصل الماء للخيام أيها الوات، اغموه بالسحاب. كيف أرجع للخيام وقد أريق ماء القرب؟ ماذا أقول للأطفال؟ سوف أضربه الآن الضربة القاضية. قد قطعوا منه الكفين، ضربوا الرأس بعد العين، سقط النجم وهو ينادي أدركني أخي يا حسين. أخي حسين، أدرك أخاك.